إن لي مجموعة من الأولاد ساعدت بعضهم على الزواج وباقي منهم من لم يتزوج، هل يجوز لي أن أضع لهم رصيدا من المال لحسابهم أم لا؟ لا، ما يجوز هذا. الزواج من النفقة، فمن بلغ منهم زوجه، ومن لم يبلغ فلا توصي له بشيء، لأنه ما بعد احتاج إلى الزواج. الزواج من النفقة، والنفقة تختلف، نفقة الكبير غير نفقة الصغير، فتنفق على كل واحد بما يحتاجه فقط، ولا توصي له بشيء. قال صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. نعم، من بلغ منهم وانت حي تزوجه، ومن لم يبلغ فهو يتزوج من ماله هو أو من ميراثه هو. نعم.